وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة. نتابع. في منطقة تصنف في التقارير الداخلية والدولية بأنها الأكثر فقرا في لبنان، بدأت اليوم في شمال لبنان عملية تسليم معدات للبلديات، إضافة إلى افتتاح مشاريع الاستقرار المجتمعي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي نفذها الشركاء المحليين في منطقة الشمال بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة. في منطقة باب التبانة بطرابلس والتي عانت على مدى أعوام طويلة صراعات مسلحة إضافة إلى الأحوال المعيشية الصعبة، أطل مشروع مركز أبجد الذي تم إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات رياضية ومواد فنية بتمويل من مركز الملك سلمان. لولا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما كان شفنا هذا المشروع بشكل خاص. هذا الشيء بيرجع لموضوع التمويل واهتمام المملكة والملك سلمان بمنطقة تبانة ومنطقة طرابلس بشكل عام. تقدير مماثل لما قدمته ولا تزال المملكة من المنظمة الدولية المعنية بهذه المشاريع. بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نحن كمنظمة دولية للهجرة قدرنا ننفذ مشروع دعم الاستقرار المجتمعي بشمال لبنان. نحن هلأ تحديداً بمنطقة التبانة نفذنا مشروع الهدف منه هو بالدرجة الأولى دعم الاستقرار بالمنطقة. من رواد مركز أبجد طفل سوري أجبرت الحرب في بلاده قبل أعوام أسرته على النزوح بعدما لقي والده حتفه في تلك الحرب. دفع عن نفس، وإذا صار مشكلة بدافع، وإذا صار شيء بدافع ومضل عبدافع. في الريف المجاور لمدينة طرابلس ساهم مركز الملك سلمان في إطلاق مشروع نقاط المياه وتركيب أعمدة إنارة شمسية للشوارع موفرة خدمات لآلاف اللبنانيين والنازحين السوريين على السواء وسط ظروف صعبة يجتازها لبنان. شكر الملك سلمان على هذا الدعم اللي قدمنا إياه لمركبته، مشروع كتير حلو من قصة سبيل المي، خفف عني ضغط كتير بالضيعة، بداية عنا ضغط للسوريين، يعني 3000 سوري، يعني وقت عمل لي سبل المي خف الضغط كتير عن الضيعة، يعني عملنا 3 مراكز ومشكور. وبالنسبة للطاقة الشمسية كمان أخذت اقتصادها كتير حلو. وفي مناطق عدة بشمال لبنان جرى اليوم أيضا افتتاح مشاريع ملاعب رياضية وأندية رياضية وتركيب عدد من المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية وتوزيع حاويات نفايات. ما يقدمه مركز الملك سلمان من مساعدات إنسانية واجتماعية له أطيب الأثر على امتداد لبنان. أحمد عياش، تلفزيون المملكة العربية السعودية من طرابلس شمالي لبنان.